أما عن سبب تسمية المسجد بمسجد الاستقلال لإندونيسيا فهو نسبة إلى مسجد الاستقلال في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، والذي تم بناؤه فور إعلان استقلال إندونيسيا عن الاستعمار الهولندي، ونظرا لقدسية هذه الأرض المباركة ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لإخواننا الإندونيسيين هذا السهم الكبير في وضع لبنة هامة في طريق الاستقلال عن الاحتلال الصهيوني، وتأكيدا على روابط الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والإندونيسي، على أمل قريب أن نلتقي بكم أهلنا على أرض فلسطين، ونصلي في المسجد الأقصى محررا، وما ذلك على الله ببعيد.